طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنشرح شيت 2 وأسئلة معينة من شيت 2، اللي هو السؤال الخامس والسادس والتاسع. بالنسبة للسؤال الخامس، هو بيقول لي هات لي الباور بتاع جيفن السيركت دي، هات الباور اللي عند الديبندنت سورس ده باستخدام الميش اناليسيس تكنيك. فلازم نستخدم الميش اناليسيس تكنيك عشان نحل المسألة دي. طبعا اي مساله ممكن تحل باي طريقه، بس لو قال لي في السؤال ان لازم استخدم الميش اناليسيس، يبقى ما عنديش حل غير ما عنديش طريقه للحل غير الميش اناليسيس. طب الميش اناليسيس بتقول ايه؟ بتقول ان انا بطبق الكي في ال لاي كلوزد لوب عندي. فلو انا مسكت اللوب دي مبدئيا عشان اجيب الباور عند الديبندنت سورس، الباور بيساوي الاي في الفي، والفي اللي هو 150 اي نود مضروبه في الاي اللي هي لو مشينا كده هتلاقيها ان هي الاي 2. تمام، يبقى الباور بتساوي 150 اي 0 في الاي 2. احنا محتاجين نجيب الاي 0 والاي 2 عشان نقدر نجيب الباور. ونجيب الاي 2 والاي 0 ازاي؟ من خلال ان انا بستخدم بطبق الميش اناليسيس. الاول الميش اناليسيس بتقول لي ايه؟ زي ما انا قلت من شويه ان انا بطبق كيف ال على اي كلوزد لوب. فانا دلوقتي عندي لوب اهي ولوب تانية، فهاسيوم ان الكرنت اللي ماشي فيها هنا اي واحد وهنا اي اتنين، وده الدايركشن بتاعه. وهعمل سميشن لكل الفولتجز اللي موجوده في اللوب دي وهساويها بزيرو. بالنسبه للوب دي الكي في ال ايكويشن بتاعتي هتبقى سالب 160 زائد 10 في الاي 1 زائد المية في الاي 1 ماينس الاي 2، لان انا عندي هنا ده كان اي 1 ودخل الجزء هنا وهنا، فلما اتجزأ وده اي 2 وده اي 1 يبقى ده اي 1 ماينس اي 2. تمام، فتاني المشي الأولانية الكرنت اللي ماشي فيها اي واحد وماشي في الدايركشن ده، فبعمل سمشن لكل الفولتجز اللي موجودة في اللوب دي، بقول سالب 160 زائد 10 اي 1 زائد 100 في الاي 1 ماينس الاي 2. دي الاكويشن الأولانية. لو انا عايزة اطبق المش لوب الكيف ال اكويشن على المش التانية، given ان الكرنت اسمه اي 2 وماشي في الدايركشن ده، فالايكويشن بتاعتها تبقى عباره عن الدايركشن ده. فانا ماشي هنا من مثلا من هنا 30 اي 2 وهنا ماشي من الموجب، فيبقى 150 اي 0 150 اي 0 ده فولتج زائد 20 اي 2 ناقص 100 اي 0. تمام، وقلنا زائد 100 زائد 30 اي 2. يبقى السمشن اوف فولتجز في اللوب دي عبارة عن ال 150 اي 0 زائد 20 اي 2 ناقص اي 0 100 في الاي 0 زائد 30 اي 2. نلاحظ ان الايكويشن دي فيها تو فاريبلز اللي هو الاي 0 والاي 2، والايكويشن الاولانيه كان فيها اي 1 واي 2، فهنحاول نخلي الايكويشن الثانيه دي فيها اي 1 واي 2 بس، يعني نجيب اي 0 ان ترمز في الاي 2 والاي 1. لو ركزنا هنلاقي ان الاي 2 ان الاي 0 عباره عن اي 2 ماينس اي 1، اي 2 ماينس اي 1 ده لو في بالنسبه لهنا، ان ده الكرنت اللي كان داخل اي 2 واتجزأ هنا وهنا، فيبقى الاي 0 عباره عن اي 2 ماينس اي 1. ليه قلت اي 2 ماينس اي 1 مش اي 1 ماينس اي 2؟ لان هو قايل ان اتجاه طرف الاي 0 ماشي كده وده الكرنت، فالكرنت اي 2 دخل الجزء هنا الجزء هنا وهنا، يبقى ده الاي 2 وده الاي 1 وده الاي 0، يبقى الاي 0 بيساوي الاي 2 ماينس اي 1. تمام، وبالتالي فاحنا المفروض نعدل المعادله الثانيه دي بناء على الاي 0
ان هي بتساوي الاي 2 ماينس اي 1، وبالتالي فانا عندي دلوقتي ايكويشن فيها ان ترمز اوف اي 1 واي 2، والايكويشن الثانيه ان ترمز اوف اي 1 واي 2، اقدر احلهم مع بعض واجيب الاي 1 والاي 2. ولما اجيب الاي 2، لو انا جبت الاي 2 والاي 1 اقدر اجيب الاي 0، وبالتالي اقدر اجيب الباور اللي هي كانت بتساوي 150 اي 0 في الاي 2. تمام. ده بالنسبة للسؤال الثاني. طبعا الفاينل ريزلت هتساوي 750 وات، والنيجاتيف دي نتيجة ان الاي 0 طلعت بالسالب. السؤال الثاني اللي هو السؤال رقم 6 بيقول لي هات الباور عند الكرنت سورس اللي هو ليه قيمة 5 امبير، وهات لي التوتال باور ديسيبيتد، وطبعا مش بأي طريقة، لا باستخدام الميش اناليسيس تكنيك بس. بقى انا عندي السيركت دي، وبيقول لي هات لي الباور عند الاليمنت دي او السورس ده، الكرنت سورس ده، وبعد كده هات لي الباور في السيركت كلها. فالباور بتاع السيركت كلها هو ان انا اجيب الباور عند كل سورس او عند كل اليمنت. فبالنسبة للباور عند الخمسة أمبير باستخدام المش أناليسيس، هي الباور عند الخمسة أمبير بتساوي إيه؟ بتساوي الأي في الفي. الأي عندي بخمسة، والفي هي هتساوي الفي اللي موجودة هنا، لأن دي بارلل مع دي. فالفي اللي موجودة هنا لو فرضنا إن دي في 1 ودي في 2، فتبقى في 2 ماينس في 1. تمام. فيبقى الباور بتساوي خمسة بالفي 2 ماينس في 1. طبعا هنطبق المش اناليسيس على كل كلوزد لوب. فانا عندي لوب 2 3 4، فهعمل اسامبشن لان في كرنت بيعدي في كل واحده فيهم، ده الاي 1 وده الاي 2 الاي 3 والاي 4. لو عايز اجيب اطبق الكي في ال في اللوب دي، فهيبقى عندي 40 زائد 12 اي 1 زائد 25 اي 1 ماينس اي 2 بيساوي 0. تمام. في المش التانية انا عندي 40 اي 2 زائد 25 اي 2 ماينس اي 1 زائد 20 اي 2 ماينس 5 زائد 40 اي 4. طبعا الاي 4 اصلا بتساوي 7.5. تمام. دلوقتي انا عندي two equations، المش دي والمش دي، و two variables i1 و i2. بس المش دي فيها i1 و i2 i3 و i4. طبعا ال i3 اللي هو 5 وال i4 اللي هو 7.5. ما انا كده معايا two equations،
اجيب منهم I1 وI2، I1 هيطلع بسالب 2.5 وI2 هيطلع بسالب 2.1. لو عايز اجيب الباور عند 5، فالباور عند 5 بتساوي الاي في الفي. والاي اللي عندي ب5 مضروبة في الفي، الفي اللي هنا عبارة عن V2 ناقص V1. طبعا انا بجيب الاشاره بتاعه الباور بناء على اتجاه التيار اللي داخل السورس اللي انا بجيب عنده الباور، فاتجاه التيار ماشي من هنا بس ماشي من السالب للموجب، فيبقى الباور طبعا هيطلع بالسالب، فالباور هيطلع بالسالب والكرنت ب5 والفولت ب V2 ماينس V1 لان ده برن المعدن. ممكن اجيب الفي اللي هنا بان هو بيساوي الاي ار اللي هو 20 I2 minus I1، 20 I2 minus I1، 20 I2 minus 5. عشرين في اي تو ماينس اي في اي اي فايف اي ثري. اتجاه التيار في السيركت دي الكرنت داخل من هنا وادي 7.5 داخل من هنا، فأكيد هيدخل الكاس هنا وهنا، اتجاه التيار ماشي من هنا لهنا، فعبارة عن I3 ماينس I2.
لو عايز اجيب البار عند كل سورس الباور عند 40 طبعا هي الرول للباور بتساوي الاي في او الاي سكوير في الار على حسب انا ايه المتاع عندي، ممكن اسمي الاي سكوير في الار، ممكن اسمي الاي في الفي. بالنسبة لل
فلو احنا عايزين نجيب الباور بتاع كل element، فالان جنرال الرول بتاع الباور بتساوي الاي في الفي، وساعات ممكن تساوي الاي سكوير في الار، ده لو احنا ما عندناش قيمه الفي عند الاليمنت ده. تمام، فدلوقتي احنا عندنا كام اليمنت عايزين ممكن نجيب من عنده الباور؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمانية الباور عند العشرين، الباور عند العشرين ريزيستنس تساوي الاي في الفي، او بتساوي الاي سكوير في الار، الاي سكوير في الار بتساوي مش هبقى ذاكر. طيب لو احنا عايزين نجيب نعمل سورس ترانسفورميشن، عشان نجيب الاي نوت، وبعد كده نجيب الباور ديسيبيت في المقاومة اللي هي 5 اوم. لو عايز اعمل سورس ترانسفورميشن، فالسورس ترانسفورميشن هو ان انا لو عندي فولتج سورس مع مقاومة سيريز بحولها لكرنت سورس مع مقاومة بارلل، مع سوري لو عندي فولتج سورس مع مقاومة سيريز بحولها لكرنت سورس مع مقاومة بارلل زي كده. تمام، وكخطوة زيادة بس لما ينتج لي المقاومة اللي اسمها 20 دي، بطلع الاتنين دول بحيث يبقوا 20 مع 20 بارل، وده 10 مع 2 بارل، وخلاص السيركت كده سمبليفايد، ودي القيمة بتاعت الاي اي الكرنت سورس، ودي القيمة بتاعت الكرنت سورس. هو هنا عايز الاي الفا، لو عملت الاثنين دول برضو سورس ترانسفورميشن فالشكل هيبقى بالمنظر ده، وبالتالي اقدر اطبق كي بي ال على اللوب دي كلها، وهيبقى عندي unknown variable بس واحد اللي هو الاي نوت. الكي بي ال لو طبقت الكبير الاي نود هتطلع ب 1.2،
طبعا الباور عند السورس ده، لا انا عايز اجيب باور عند الخمسة ريزيستنس، بتساوي الاي في الفي او الاي سكور في الار. طبعا الار اللي هي الخمسة والاي سكور اللي هي الاي نوت، لان انا عندي هنا هو قايل لي ان الاي نوت.